فعلا، وعندما ننطلق من حيث انتهتي أختي الكريمة، يجب أن نفهم على أن توج رئيس الجمهورية الآن في ماذا؟ عند المركزية النقابية واتحاد العمال العمال اتحاد العام للعمال الجزائري، دليل على ماذا؟ على أن النقابة شريك، وهذا شريك اجتماعي واقتصادي. أي نعم، وهما وجهان لعملة واحدة. إذن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية لا تخرج من إطار التذكير بأن هناك عملية مستمرة ديناميكية وفي تطور. كيف ذلك؟ نفكر على أن الورشة الأولى كانت مرتبطة بالدستور والإصلاحات الدستورية، وماذا تحقق في العمل النقابي، وماذا تحقق للشباب، وماذا تحقق للمرأة، وماذا تحقق للعمال، من خلال ماذا دسرت بعض المواد الأساسية فيما تكمن هذه المواد، السلطة للشعب بالرجوع إلى المواد 7 و8، وكذلك أهمية العمل النقابي. إذن الآن النقابة هي ماذا؟ معارضة من أجل المعارضة، وأنها إطار للخدمات وإنتاج من أجل المعارضة. لا، الآن نحن نتكلم عن حق نقابي مرتبط بماذا؟ بمكاسب يجب أن نتمينها ويجب أن نطورها. لأننا عندما نتكلم عن النقابات المستقلة أو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نحن نتكلم عن ماذا؟ بدائل وآليات للدعم والدفع بالعملية الإصلاحية والتي بدأت بالدستور. ما هي المكاسب الأخرى؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ على مكاسب الشباب والمرأة في العمل السياسي. هل انعكس ذلك على العمل الاقتصادي؟ أقول نعم. كيف ذلك؟ من خلال أن هناك تطور في ماذا؟ في نسبة مشاركة المرأة في العمل السياسي والعمل التنموي، كذلك بالنسبة للشباب. وأحسن مثال على ذلك هو أننا فكرنا وفق أننا نتكيف مع الظرفية الدولية الراهنة. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن توازنات مالية سخرتها الدولة الجزائرية فيما يكمن من خلال برامج رئيس الجمهورية. فيما تكمن هذه البرامج مرتبطة بالسياسة العامة للدولة الجزائرية والسياسة العامة القطاعية، ومن خلال ماذا؟ تصريحات العمال، ومن خلال تصريحات الموظفين كل أطياف المجتمع الجزائري، لاحظ أن هناك قاسم مشترك على أن هنا يتمنون هذه الإصلاحات. ولكن هل هذه السياسات القطاعية تحتاج إلى توازنات مالية مستقبل؟ أقول نعم. وكيف نحافظ على هذا التوازن؟ من خلال إيجاد آليات أخرى. نحن نتكلم عن مؤسسات ناشئة، نحن نتكلم عن digitization، نحن نتكلم عن الرقمنة، the implementation of a new technical tool، إدخال ماذا؟ مقاربة وتقنية جديدة في العمل المرتبط بماذا؟ بالعمل السياسي والاقتصادي. هل الرقمنة هي مساعدة أو محفزة؟ نعم، هي المعيار في ماذا؟ في أن هنالك وجهان لعملة واحدة، الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لا يخرج من إطار التذكير بالرقمنة، والتي تعني المساءلة والشفافية والحكمة. إذن هل العمل النقابي يعني ينعكس ذلك؟ وتداعيات ذلك تكون عمل نقابي؟ أقول نعم، لأن هنالك مزاوجة بين شيئين: النظام القانوني في إصلاحات وإصلاحات عامة وفق ماذا؟ قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الطاقة، التعليم، التربية، الصحة، الزراعة، الصناعة. وهناك قطاعات أخرى مكملة لكل هذه القطاعات ولكنها مهمة كذلك في العملية التنموية. إذن مهم جدا أن نفهم على أن العمل النقابي والحق النقابي وحقوق العمال وواجبات العمال هي ماذا؟ مخرجات لنظام قانوني، والذي حدد من خلال إصلاحات دستورية، من خلال أنها مخرجات لنظام مؤسساتي. نحن نتكلم عن سياسة عامة قطاعية للدولة الجزائر. كل قطاع هو جزء في التنمية في الجزائر، ولكن الأولوية تختلف. هناك قطاعات استراتيجية تبقى حكر للدولة، وهناك قطاعات يمكن التفكير فيها وفق منطق على أنها مكملة، وتبقى على أن الفاعل الآخر الخواص لهم دور، ولا والفعل الحكومي ولا السلطة العمومية لها دور كذلك. إذن نحن نزوج بين شيئين أثر بالإيجاب على العملية النقابية وعلى العملية ماذا؟ بلورة حقوق العمال من خلال نظام قانوني ونظام مؤسساتي مهم جدا. إذن يجب أن نفهم الآن على أن هنالك الآن مكاسب في هذه العملية. نتمن هذه المكاسب على أن هنالك حقوق وواجبات للعمال، حقوق وواجبات للعمل النقابي، حقوق وواجبات للجمعيات، ويجب أن نحافظ على شيئين لا ترث بعدهما، على أن هنالك وجهان لعملة واحدة فيما يكمن هما الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة. يجب أن نفكر الآن في الآليات التي نتكلم بعد 5 سنوات 10 سنوات. نعم. الجزائر ستنطلق إلى ما يعرف بالانتقال الطاقوي في 2035. عدد سكان الجزائر في 2030 سيصبح 50 مليون نسمة. عدد طالبي الشغل، عدد خريجي الجامعات، التفكير في المؤسسات الناشئة، التفكير في اقتصاد الرقمنة، تفكير في الاقتصاد الأخضر، لأن هنالك مؤشرات إيجابية. وهذه نعم، بروفيسور بروبي ابقى معنا، سنفصل أيضا